قصة جديدة في الغابة. كل شجرة كتحمي راسها من الحشرات بأي طريقة. الشجرة اللي في القصة ديالنا مازال صغيرة وما تقدرش تدافع على راسها، الو غتخدم السيكوريتي اللي هيخدموا دي بودي غارد ديالها. هما نمل، هما يحميوها، والثمن هو النكتار ديالها اللي كتسربيه ليهم في هاد الطبيصلات الصغار. ولكن شي حاجة غريبة هزوقها، يعطاكيو كل شيء ولكن هاد الدودة بالضبط ما عطاكوهاش، حيت هاد الدودة ماشي دودة عادية، هادوك ماشي عينيها. لاحظوا شنو هيوقع، الدودة كترشيهم بالنكتار وهما تيخليوها دير اللي بغات. في التالي الشجرة تتموت والدودة كتمشي بحالها. باي باي.